مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه المتابعة وفي هذه النافذة عبر جي ميديا من على مدخل المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، حيث أما المئات من المواطنين هذا اليوم وكما تشاهدون في هذه النافذة يأمون المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل، وذلك لإحياء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام التي توافق هذا اليوم. نتحدث عن إجراءات عسكرية مشددة وتواجد مكثف لقوات الاحتلال عند البوابات المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي الشريف، ومحاولات لمنع المواطنين ولعرقلة وصولهم إلى المسجد الإبراهيمي الشريف. الحقيقة أن الطريق بالوضع الطبيعي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق عندما تدخل البلدة القديمة لمدينة الخليل، لا تستغرق الطريق أكثر من 5 دقائق حتى تصل مشيا على الأقدام إلى المسجد الإبراهيمي الشريف، لكن هذا اليوم الطريق تستغرق معك ساعة بل ربما ساعتين حتى تتمكن من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي الشريف، وذلك نتيجة لعرقلة قوات الاحتلال والحواجز التي نصبتها عند المداخل المؤدية للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. طبعا نشير متابعينا الكرام إلى أن هذه الجموع التي تعم المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل هذا اليوم تأتي ردا على حفلات الاستفزاز والرقص والغناء التي أقامها المستوطنون قبل أيام هنا في ساحة المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، تحديدا عند هذه المنطقة. نتحدث عن يعني هذه الساحة كانت بمثابة ساحة رقص وغناء للمستوطنين في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين، وبالتالي من التقينا فيهم هذا اليوم، المواطنون الذين التقينا بهم هذا اليوم، سألناهم عن الهدف الذي يدفعهم للمجيء للمسجد الإبراهيمي الشريف لمدينة الخليل هذا اليوم، قالوا أن الرسالة الأولى التي يريدون إيصالها هي رد طبيعي على استفزازات المستوطنين وحفلات الرقص والغناء التي أقيمت قبل أيام هنا في ساحة الحرم. هؤلاء المواطنون يؤمون المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل ردا على كل تلك الاستفزازات، وتأكيدا على أهمية وعلى ضرورة الرباط الدائم والتواجد الدائم في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. طبعا إجراءات كما ذكرنا قمعية وعرقلة لوصول المواطنين ولوصول الناس للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل كما تشاهدون وكما تتابعون طبعا في هذه الصورة. الحقيقة أن الاحتلال عرقل دخول المواطنين وأقام الحواجز كما ذكرنا عند مدخل المسجد الإبراهيمي الشريف. هنا طبعا سدنة الحرم الإبراهيمي الشريف أيضا يتابعون عملية دخول الناس ودخول المواطنين إلى المسجد للصلاة في المسجد الإبراهيمي الشريف، والذي يأتي طبعا هذا التوافد يأتي بالتزامن مع فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الإبراهيمي في الخليل. وكان هناك دعوات طبعا قبل أيام، منذ حوالي 3 أيام هنالك دعوات لضرورة التواجد في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. هنا كما تتابعون مشاهدينا الكرام سادتي الأفاضل، عبر هذه البوابات هنا تواجد لقوات الاحتلال وتفتيش وتدقيق في هويات المواطنين كما تشاهدون في هذه الصورة، وعرقلة لوصول الناس للصلاة في المسجد الإبراهيمي الشريف. إذن هذه الصورة سادتي الأفاضل مشاهدينا الكرام تنقل لكم من داخل أو من على أبواب المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، هنا عبر هذه البوابة أيضا وسلسلة من البوابات أيضا المقامة والحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال والتي تعرقل
وصول المواطنين ووصول الناس هنا. هذا المسن الذي يحاول الدخول هنا إلى داخل المسجد الإبراهيمي الشريف. إذن هذه الصورة تنقل لكم مشاهدينا الكرام متابعينا من على أبواب المسجد الإبراهيمي الشريف في المدينة، وهذه الفعاليات التي تأتي احتفالا بذكرى المولد، ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يحيي الفلسطينيون هذه الذكرى في المسجد الإبراهيمي هذا اليوم. إذن المئات تمكنوا رغم العرقلة ورغم الإجراءات التي والحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال، إلا أنهم تمكنوا من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي الشريف كما تتابعون وكما تشاهدون في هذه الصورة. إذن هذه هي الإجراءات هنا عند مدخل المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. وهنا بالتأكيد نتابع هذه الصورة التي تنقل لكم سادتي الأفاضل من على أبواب المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، حيث الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال لتمنع المواطنين من الوصول إلى الصلاة داخل المسجد. طبعا أشير إلى أن الاحتلال يمنعنا كصحفيين من الدخول بكاميراتنا وبمعدات التصوير داخل المسجد، يعني نحن نقف هنا، نحن نقف هنا فقط عند مدخل المسجد، ونمنع كصحفيون كما ذكرت من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي الشريف، وتمنع معدات التصوير من الدخول أيضا. هذا يعني ما تتعمد قوات الاحتلال على أن تقوم به لتمنعنا حتى كصحفيين من التصوير. إذن هذه الصورة عند مدخل المسجد الإبراهيمي، هذا جزء من مشهد يتكرر بشكل يومي، هذا التفتيش للنساء كما تشاهدون، تفتيش للسيدات، تدقيق في هوياتهم وتفتيش في الأغراض والأمور التي والمتاع الذي يحملونه من خلال تفتيش كما تشاهدون عند مدخل المسجد الإبراهيمي الشريف، وهذه الإجراءات التي تقوم فيها قوات الاحتلال. إذن هذا كما ذكرت جزء من مشهد يتكرر بشكل يومي عند مدخل المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. هذه الصورة تنقل لكم عبر جيميديا من على مدخل المسجد الإبراهيمي الشريف، وهذه الإجراءات التي تقوم فيها قوات الاحتلال وعرقلة وصول الناس إلى المسجد الإبراهيمي الشريف. إذا نكتفي بهذا القدر، سنحاول أن ندخل إلى داخل المسجد الإبراهيمي الشريف، ونحاول إن شاء الله ننقل لكم إن تمكننا أن ننقل لكم صورة من داخل المسجد لفعالية هي ذكرى المولد النبوي الشريف. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.